مغامره واحده اخرى في برنامج ديزات فات انا متواجدين في تيبازا باش نمارسوا رياضه لو شون دو تير كارابيلا كابوس بيستولي ومعايا احد المدربين بال فيما يخص لو شون دو تير الخاص التابع وزارة الشباب والرياضة والتابع كذلك المديرية الشباب والرياضة لولاية تيبازا مع احد المدربين نقول لك يعطيك الصحة ماشي استقبلتنا ماشي يعطيك الصحة انك استقبلت ليكيب تاع ديزات فايت ليكيب أ وليكيب بي أترافير إن شاء الله قول إن شاء الله إن شاء الله أترافير اليوم و الشون دو تير هذايا راح نديرو هكا بتي تشالنج بيناتهم يا درا شكون راح يربح لا ليكيب أ اللي ترأسها سيلو الناس ولا ليكيب بي اللي ترأسها سي مرات وبون شوز كامل لي زاتليت نخلي خونا يكسبليكي لكم واش معناتها شون دو تير وشنو هما المراحل اللي راح يجوزوا علينا اليوم باش نعرفوا شكون الرابح ولا شكون الخاسر. اولا مرحبا بكم في ولايه تيبازا ورانا متواجدين في حقل رمايه ل 10 امتار هواء مضغوط يعني 10 امتار هي المسافه التي يسدد بها الرامي باسلحه بندقيه عش مضغوط او مسدس واللي هو بيستولي. كما قال اخي راح نشوفوا منافسه بين فريق ا و ب وهي تكون عباره عن منافسه مصغره وغير رسميه يعني هناك اختلاف بين التجربه الرسميه والتجربه كما نقولوا احنا ايسي صح قولي بارابول لي زاتليت تاعنا ولا بارابول كامل الناس ولا المشاهدين تاعنا اللي يحبوا يتعلموا التير لاك هذا ولا لي شون دي تير يدخلوا واش لازم لهم اسكو لازم لهم يكونوا ديجا منخرطين في الكلوب واللي يقدروا يجوا هكا للسياج تاعكم يتيروا ويعاودوا يروحوا. حنا كنادي لولايه تيبازا حنا نبداو مع لي بوسا مع لي صغار من 8 سنوات حتى 14 سنه. داكور. حنا يبداو ما يبداوش يشدوا سلاح ديريكت يبداو حنا عندنا واحد لي سيبور يبداو بهم لاخاطش هي باش تشوف 10 امتار مع السلاح راهي صعيبه باش تلحق هذيك الدقه تاع الرقم اللي نوصلوا عليه لازم مصغرهم يولفوا اولا يعيش هذيك اللحظه تاع يعيش مع شوف لاسيب ويحط ايوا ما يقدرش باش تجيب هذيك الرقم 10 راهي لازم لك ممارسه حوالي خمس سنوات فيما فوق. اسكو النادي تاعكم تاع تيبازا عنده دوكا ابطال اللي راهم في المنتخبات الوطنيه عندنا ولا داروا منافسات دوليه جابوا دي ميداي شرفوا الكلب تاعكم شرفوا عندنا تيبازا في سنه 2016 تخرج منا شفيق بطل افريقي وتاهل الى اولمبياد برازيل ريو دي جانيرو والان في اولمبياد طوكيو تاهلت منا هدى بمناسبه نحيوها بمناسبه نشكروك على الدعاء تاعك تاع بولاتي شرفت ولايه تيبازا من اولها ان شاء الله ان شاء الله تجيب لنا ميداليه ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله وكما نقولوا رياضيه بمستوى النخبه الله يبارك عندها مستوى وعندها نقدروا كما نقولوا نطمعوا فيها ان شاء الله ماشي اليوم جبت لك رياضيه بارابور للسبور تاعكم سي ديبيتا حيبداوا اليوم ان شاء الله نتمنى التوفيق فريق ا نتمنى كذلك التوفيق لفريق بي يادرا شكون راح يفوز في الاخر ان شاء الله نعرفوا شكون فايز يعطيك الصحه بارك الله فيك يا مزي ديزاد فايز ديزاد فايز